وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف العزب الطيب الطاهر، الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في العلاقات العربية. نعم، يعني مرحبا بك يعني سيد العزب. دعنا نتحدث اليوم عن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير تميم بن حمد الثاني في القاهرة اليوم، وهناك يعني مساعي حثيثة من مصر تقوم بها تجاها من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. ما الذي تتوقعه اليوم من خلال هذه المقابلة؟ دعيني في البداية أشير إلى أن هذه الزيارة تعكس جملة من المعطيات المهمة. أولا، كما أشرت في قبل قليل إلى التطور النوعي في العلاقات بين القاهرة والدوحة والذي اشتمل على كافة المجالات. نعم. ثانيا، حرص القيادتين المصرية والقطرية على تفعيل التنسيق بينهما فيما يتعلق بالقضايا المحورية في المنطقة، والآن هناك قضية محورية ناتجة عن استمرارية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وناتج عنهم تداعيات بالغة الخطورة على المستوى الاستراتيجي للأمن القومي العربي وعلى المستوى السياسي والعسكري في المنطقة، وأيضا ما تم من تدمير البنية التحتية وقتل أكثر من 10,000 فلسطيني في غزة، فضلا عن إصابة عشرات الألوف والمفقودين، وكل ما رأيناه على مدى الأسابيع الخمسة الماضية. نعم. وهذا التنسيق يجسد قدرة البلدين أولا بل ورغبتهما في أن يتم الإسراع بوقف إطلاق النار في هذا القطاع المدمر، ومحاولة إقناع الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها أمريكا للإسهام بجهد، رغم أن أمريكا متعاطفة بكل جهدها وقدراتها السياسية والعسكرية والإعلامية إلى لدعم الكيان الصهيوني كما رأينا على مدى الأيام، بل هي تغيد ما قاله رئيس وزراء الأمريكي الإسرائيلي نتنياهو أنه لا وقف لإطلاق النار، وهي مع لا تؤيد هذا الموقف، وإن كانت دعت قبل يومين إلى ما يسمى ب إلى سبب بهدن إنسانية، يعني قصيرة المدى 4 ساعات في اليوم إن كانت الجيش الاحتلال لم يلتزم بها بشكل مطلوب. تأتي نعم، هذه يعني الزيارة أيضا تتحدث قبل يعني السيد عزب تتحدث عن نقطة هامة يمكن تناولتها كل وسائل الإعلام بالأمس وكان محور الحديث، وهو الهدنة التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الجانب الآخر يعني ظهرت يعني حركة حماس تؤكد أنه عدم التزام الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي بهذه الهدنة. كيف ترى برأيك ممكن أن يكون التأثير الإقليمي والدولي لفرض هذه الهدنة يعني لمساعدة الجانب الفلسطيني؟ لن يلتزم الجانب الصهيوني بأي هدنة حقيقية ووفقا لما أقرته واشنطن إلا بضغوط حقيقية من الدول التي أعلنت مساعدته ومساعدة على مطلقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم دول الغرب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، لأن هذه الدول لم تقف عند حد المساندة السياسية لكنها قدمت دعما لوجستيا عسكريا له، بل القنابل تلقى على غزة بكل أنواعها وأصنافها بما فيها القنابل الفسفورية والقنابل المضيئة التي تحاول اختراق ما يسمى بالأنفاق، كلها صناعة، كلها تم تزويدها بالجيش الاحتلال من خلال أمريكا خلال الفترة الأخيرة. إذا هذا هو المطلوب، لكن يمكن لكل من مصر وقطر والأطراف العربية بالذات المهمة أن تدفع بهذا الاتجاه وتحاول إقناع الطرف الأمريكي كما فعلت مصر خلال لقاء رئيس أمريكي مع رئيس المخابرات الأمريكية قبل أيام في القاهرة، وأيضا وزير أمير قطر التقى برئيس المخابرات الأمريكية أيضا في الدوحة، ومن ثم هذا جهد يصب بهذا المنح كما تابعنا في التقارير الإخبارية. لكن الكيان الصهيوني ليس لديه نية حقيقية لوقف العدوان إلا عبر ممارسة ضغوط أيضا عربية عليه، هذا هو المطلوب. وغدا ستعقد القمة العربية الطارئة، وأتمنى أن تقوم هذه القمة ليس فقط بإصدار قرار
يتضمن التأكيد على دعم الفلسطينيين إنسانيا وسياسيا، ولكن لابد أن تقر هذه القمة مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية وفقا لما طالب به اليوم مندوب فلسطين الدائم الجامعة العربية. إجراءات هي سياسية واقتصادية ودبلوماسية يمكنها أن تؤثر وتدفع إلى عزة الكيان الصهيوني عن المنطقة العربية، ويشعر أنه ليس هناك له أي قيمة ولا وزن في المنطقة العربية. نحن الآن هناك 4 دول عربية غير مصر والأردن، ومن حقهم أن تستمر في اتفاقيتي السلام المبرمة مع هذا الكيان، لكن هذه الدول الأربع قامت بالتطبيع مع هذا الكيان، مما دفعه إلى أن يوظف هذا التطبيع لمصلحته سياسيا، وبالتالي هذه خطوة مفيدة. أيضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الدول العربية والكيان، وحسنا فعلت البحرين عندما جمدت علاقاتها الاقتصادية مع الكيان وسحبت سفيرها في تل أبيب، وكذلك الأردن، ونحن نطمح في إجراءات أكثر أهمية وفاعلية ونجاعة للضغط هذا الكيان حتى يشعر يعني أنه مقبول. دعني يعني أستوقف عند هذه النقطة تحديدا، وهو يعني هناك تكاتف عالمي مع كل المتعاطفين مع قطاع غزة وسكان غزة وفلسطينيين المدنيين يعني بشكل عام، وكانت يعني هناك ضغوط شعبية بالنسبة للمقاطعة لكل ما يمد الجانب الإسرائيلي بالاقتصاد، أو هل يعني السؤال تحديدا، هل تعد هذه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي وللكيان الإسرائيلي، وهل من الممكن أن تتأثر ويعني العملية العسكرية تتأثر بهذا يعني الضغط الشعبي الاقتصادي الذي يمارس ضد الكيان الصهيوني؟ الضغط في المنطقة العربية لو تقرر بالفعل، وهو ما بدت له إشارات قوية، مقاطعة ليس فقط المنتجات التي تنتجها إسرائيل وتصدرها لبعض الدول العربية، ولكن منتجات الشركات التي التابعة للدول التي قدمت دعما لإسرائيل عسكريا قويا. لو استمر هذه المقاطعة بقوة وفعالية، وأمكن التأثير على مبيعات هذه الشركات في المنطقة العربية، وهي مبيعات كبيرة لأنهم يتعاون مع سوق عربي كبير يضم أكثر من 400 مليون مواطن، وبالتالي يمكن أن تؤثر على المدى الطويل. ولكن في المرحلة الحالية أن الكيان الصهيوني مدعوم بالكامل بكل أشكال الدعم التي تتصورينها من قبل أمريكا ودول الغرب، ومن ثم هو يستمر في هذا العدوان. ولكن كما تابعنا في الايام الاخيره، الاقتصاد الصهيوني تاثر بالفعل من هذا العدوان، لانه وظف معظم عماله، معظم العاملين في الشركات والخدمات، وتم استدعائهم للجيش، وبالتالي تاثرت العمليه الانتاجيه لديه والخدمات. ولكن وايضا السياحه تاثرت، توقف مطار بن جوريون بنسبه 80%. يعني هناك تاثير في مختلف المناحي على المدى الطويل يمكن ان يدفعه ذلك ربما الى، لكن هناك قرار استراتيجي داخل الكيان الصهيوني بالاستمرار في هذه الحرب العدوانيه، حتى هم وفقا لزعمهم لانهاء للقضاء على حماس، وهو وهم وموضوع مستحيل. صحيح. لان حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، وحماس ليست مجرد مقاتلين، لكنها فكره هي تعني المقاومه، وحماس ليس في غزه فقط، والشعب الفلسطيني كلهم مقاتل كما نرى الان في الضفه الغربيه، هناك المجموعات المقاتلين في مختلف الضفه يقاومون كل يوم، ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين اكثر من يعني ربما اكثر من يقترب الى عدد 200، وبالتالي هناك مقاومه. يعني هو محاوله القضاء على حماس، اي الرغبه في انهاء المقاومه الفلسطينيه بكل اشكالها، يعني يشن حربا عدوانيه في غزه، وايضا يواصلها باشكال مختلفه عبر جيشه ومستوطنيه في الضفه الغربيه. وبذلك يعني هذا هو قانون الاحتلال على مدى التاريخ، وقد يستمر استخدام القوه المفرطه، لكنه في النهايه سوف يسقط وينهار، لان هذه هي الحتميه التاريخيه. كل الشعوب التي تعرضت للاحتلالات
يعني كانت تعرضت لهذا القمع ثم انتصر في نهاية الأمر. لدينا الشعب الجزائري نموذجا، قدم مليوني شهيد وفي النهاية انتصر على فرنسا وكل مناطقنا العربية والإفريقية والعالم الثالث. ومن ثم بقي هذا الاحتلال الوحيد في العالم الآن، وهو احتلال بغيض شديد العدوانية بشكل غير مسبوق، ويستخدم القوة المفرطة مدعومة من أطراف دولية مؤثرة، ولكنه لا نستطيع قهر الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني أخذ قرارا بالمقاومة سواء عسكريا أو عبر أشكال مختلفة من المقاومة. طيب يعني سيد العزب، يمكن تابعنا في الفترة الماضية المساعي الحثيثة من مصر سواء في الدول العربية أو في المنطقة الإقليمية، يعني كانت قمة القاهرة للسلام لمحاولة في تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل في فلسطين مع الجانب الإسرائيلي، ولكن تعلم جيدا ما كان موقف دول الغرب. ماذا تتوقع هذه المرة، وكيف سيكون الضغط الإقليمي العربي هذه المرة؟ الضغط الإقليمي العربي كما رأينا من تصريحات الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي بالأمس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضير للقمة ستعقد غدا، هو يتمثل في تبني موقف رافض تماما لكل هذه العدوانية ومطالب بوقف العدوان. نعم. وبالإسراع في تقديم المستندات الإغاثية بشكل أكثر فعالية مما جرى خلال الأيام المصرمة، لأن الكيان الصهيوني يحاول أن يعطل هذه الإغاثات هذه المساعدات. نعم. ووصولها إلى الفلسطينيين. لكن إن تمسك الموقف العربي بالجزء الخاص بالبعد السياسي لن يكون له تأثير كبير على الضغط على الكيان الصهيوني. لابد أن تتبنى القمة العربية كما ذكرت إجراءات عملية واضحة المعالم تهدد بأنه إذا لم ينسحب الكيان الصهيوني من غزة ويوقف عدوانه سيقوم الجانب العربي، كل الجانب العربي، باستخدام إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، وبالتالي ليس فقط ضد الكيان الصهيوني ولكن ضد الدول الغربية. نحن لدينا استثمارات بالمئات المليارات في الدول الغربية، العرب، نتكلم عن العرب. نعم. ولدينا علاقات استراتيجية معهم في كل شيء، علينا أن نهددهم. إن لم تتبنوا موقفا واضحا من وقف العدوان سوف نقوم ليس بقطع علاقات ولكن بتجميد العلاقات في أبعاد مختلفة، وأن الشراكة الاستراتيجية المبنية بين الدول بين أغلب الدول العربية مع 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 أمريكا وغيرها سوف تتقلص وتنخفض، وبالتالي يمكن أن يدفع ذلك الأطراف الأخرى إلى أن تتبنى موقفا يدفع الكيان الصهيوني إلى وقف عدوانه بالذات الجوي والبري المتصاعد والمتنامي في غزة. وعندما تتابعين التقارير التي تأتي من غزة على المستوى الإنساني، إنهم عادوا إلى القرون الوسطى، عادوا إلى العصر الحجري بالفعل، يستخدمون الأسر تستخدم يعني مواقد تستخدم الأخشاب لإنتاج الطعام. نعم. ولا يوجد طعام يعني ولا دواء. صحيح. يضربون المستشفيات، أكثر من 18 مستشفى خرجت عن الخدمة من إجمالي 35 مستشفى في غزة. كل ذلك ليدفع العالم العربي بالذات الوطن العربي إلى أن ينحاز إلى الكيان إلى الشعب الفلسطيني انحيازا كاملا، ويرفض ما يقال المساواة بين المدني الفلسطيني والمدني الإسرائيلي. المدني الإسرائيلي مدني مهيئ ومعد للقتال في أي لحظة، وبالتالي هو يختلف عن المدني الفلسطيني. نحن الآن أمام موقف مفصلي يحتاج إلى رؤية عربية وخطوات عربية عملية يشعر فيها الكيان أنه ليس لديه أي ظهير عربي من الدول التي طبعت معه في الفترة الأخيرة. نعم، يعني مع هذه الأزمة التي يعني قاربت على شهر وأكثر، يعني أكثر من 30 يوما تعيش غزة ويعيش الجانب الفلسطيني مأساة بالفعل في نقص شديد في في الاحتياجات الأساسية سواء في المواد الغذائية أو في الأدوية أو غيرها، يعني كيف تثمن الدور السياسي الذي تلعبه القاهرة لزيادة دخول المساعدات إلى فلسطين؟ ما قامت به مصر في هذا على هذا الصعيد هو أمر بالغ الأهمية، يعكس
هذا البعد الحضاري للشعب المصري ولمصر ولقيادتها ولأجهزتها التي تتابع النفق الفلسطيني. أنهم يدركون أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعا كما ذكرت بالغ المأساوية، ومن ثم فتحت مصر معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، وفتحت مطار العريش لتلقي هذه المساعدات عبر رحلات طيران من مختلف دول العالم. لكن المعضلة تكمن في هذا الكيان، يعني كما قال وزير الخارجية سامح شكري بالأمس في اجتماع باريس الذي ركز على بحث الأوضاع الإنسانية، أن مصر يعني أرسلت مئات الأطنان للكيان لغزة، وهو رقم يزيد عن كل ما قدمته الدول الأخرى. ولكن المشكلة أن الكيان الصهيوني يعطل وصول هذه المساعدات. صحيح. ويعرقلها، ظن منها أنها سوف تؤثر على مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في غزة. إذن نحن أمام معادلة صعبة. مصر تقوم بجهد كبير في هذا السياق، وبتوجيه وبإصرار وباستعدادات لوجستية كما ذكرت في مطار العريش وفي معبر رفح. صحيح. ومن ثم، لكن الطرف الآخر والذي يتعنت يحاول أن يستخدم هذه المساعدات كورقة ضغط على الفلسطينيين. نعم. ومن ثم على القمة العربية أن تتبنى أيضا خطا قرارا واضحا لتوسيع المساعدات العربية، وحسن سعد دول كالكويت والإمارات والأردن بالذات الإمارات والأردن افتتحوا أو أنشأوا هناك مستشفيات ميدانية في غزة، ايضا للاسف بالتنسيق مع الكيان الصهيوني. ونريد ان تتوسع هذه المساعدات حتى لو كانت بالتنسيق مع هذه، لان في الاخر مصلحه القطاع غزه تتجاوز اي ابعاد اخرى. نحن الان العرب بالذات مطالبون بوقفها، لان سقوط غزه في براسنا الاحتلال الصهيوني، او كما يزعم نتنياهو انه سوف يحاول اعاده احتلال القطاع، وهو امر اعلنت مصر رفضها خلال لقاء مع رئيس المخابرات الامريكيه. مصر رفضت في هذا اللقاء اولا تهجير الفلسطينيين. صحيح. وهو خطه موجوده منذ 2005 سنة، وكشفت عنها وثيقه للمخابرات الاسرائيليه قبل ايام، اي انه مع 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 نشوء مع عملية مع إطلاق عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الصهيوني على غزة، فكر الإسرائيليون في 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 دفع الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، بل وحددوا كيفية إقامتهم هناك وكيفية المساعدات التي يمكن تقدمها. إذن يعني دعنا نلقي الضوء أكثر على هذه النقطة تحديدا، لأن مصر كان لها موقف ثابت وواضح تجاه نقطتين هامتين في هذه القضية منذ بدء يعني الموقف المشتعل في غزة. وأول يعني موقف اتخذته مصر هو ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، ويعني كما ذكرت تم وصول العديد من المساعدات سواء كانت مصرية أو من دول عربية وإقليمية وغربية أيضا. وكان موقف ثابت وواضح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رفض تام لتهجير الفلسطينيين. يعني لو تطلعنا على هذا المخطط وكيف له أبعاد تاريخية، وكيف لأن مصر كان لها دور واضح وحاسم في رفض هذا الموقف تحديدا. أولا الموقف المصري في هذه النقطة مبني على مرتكزين رئيسيين. نعم. أولا عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني تصفية الفلسطينيين في أراضيهم، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، وإتاحة الفرصة لهذا الكيان ليهيمن على كل الأراضي الفلسطينية، خاصة أن لو نجح في تهجير سكان غزة إلى سيناء سيقوم بنفس العملية لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن. نعم. وطبعا هناك أفكار موجودة قبل ذلك فيما يتعلق بسيناء وأيضا الأردن الوطن البديل للفلسطينيين. وأنا تبعت وثائق كشفت عنها يعني هيئة الإذاعة البريطانية أنه منذ 52 عاما كانت الحكومات كانت الكيان الصهيوني يناقش هذه الفكرة ويضع لها مساراتها، ولكن المواقف المصرية الثابتة في رفض هذا التهجير كانت شكلت
العقبة الرئيسية أمام تنفيذ هذا المخطط. ورأينا أيام الرئيس عبد الفتاح الرئيس حسني مبارك عندما تدفق الفلسطينيون في أزمة في حرب 2012 تقريبا 2008 و2009 نعم. عندما تدفق آلاف الفلسطينيين إلى سيناء ثم تم إجبارهم على العودة مرة أخرى. ثم يعني للأسف أيام الرئيس النظام الإخواني في مصر 2013 كانت هناك محاولة أمريكية وإسرائيلية وأيضا إخوانية للقبول بهذه الخطة، لكن القيادة المصرية الحالية تبنت هذا الموقف الصارم كما ذكرت أولا لمنع تصفية القضية الفلسطينية ثم لحماية الأمن القومي المصري، وتصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري متداخلتان. نعم. ولو تمت يعني اختراق الحدود المصرية على هذا النحو سيكون ذلك مدخلا لوضعية ربما قد تقود إلى توسيع الأمور، وبالتالي ندخل في متاهات أخرى قد تدفع المنطقة بشكل عام وأطراف إقليمية ودولية تدخل، خاصة أن الكيان الصهيوني الآن مدعوم. نعم. من الأمريكا، ورأينا الأساطيل الأمريكية وحماد الطائرات الأمريكية بل وغواصات نووية أمريكية وقوات أمريكية خاصة كلها جاءت المنطقة لتدافع عن هذا الكيان، ومن ثم يمكن تدخل المنطقة إلى حالة حرب إقليمية واسعة. وأيضا حذرت القيادة المصرية من هذا التوسع في الحرب لأنها تدرك مخاطر هذه العملية على المنطقة وعلى استقرارها وعلى شعبها وعلى الأمن القومي العربي وعلى الأمن الوطني المصري بشكل خاص. نعم السيد العزب الطيب الطاهر الصحفي بجريدة العرب والمتخصص في العلاقات العربية، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.